السلام عليكم طلابي الأعزاء، أهلا بكم في تتمة شرحنا عن الـ ER Model. في الفيديو السابق كنا بدينا نحكي عن الـ ER Model وحكينا عن الحاجتين الأساسيات فيه الـ Entity Sets والـ Relationship Sets، وحكينا عن أنواع الـ Relationships والـ Relationship Cardinality، وكان في عنا تفصيلات كفاية. واليوم إن شاء الله راح نكمل في الحكي عن الـ ER لغاية ما في آخر الفيديو إن شاء الله بنكون وصلنا لنسخة بسيطة من الـ ER فيها أغلب الذي يلزم عشان نتحرك في الخطوة التالية من عمل الـ ER اللي هي الانتقال من الـ Conceptual Design للـ Logical Design. في ختام هذا الفيديو إن شاء الله بنكون جاهزين عشان نبدأ نحكي عن الخطوة الجاية اللي هي الـ Logical Design. عشان يعمل واحد الـ ER بيبدأ في الخطوة اللي اتفقنا عليها من المرة اللي فاتت، إنه يقعد مع المشروع اللي بده يعمله ويفهمه منيح ويتأكد انه بيحكي مع البيزنس، مع الناس اللي بيفهموا في البيزنس او مع الشركة اللي بده يعملها المشروع، مع الدومين اكسبرتس في المجال اللي بده يعمل فيه المشروع وهكذا. بيكون بيختار الانتيتي سيتس، بيختار الريليشن شيب سيتس، وبروح بيختار لكل انتيتي او ريليشن شيب الديسكريبتيف بروبرتيز لهم، اللي هم الخصائص المميزة الواصفة للانتيتي او الريليشن شيب. ومن هذه الخصائص الواصفة بيكون مهتم جدا انه يختار الخصائص المميزة distinguishing attributes اللي هم اللي احنا متعودين نسميهم key attributes او primary key attributes. ولما نختار primary key attributes بيكون احنا بدنا نختار primary key عشان نميز فيها الـ entities، بحيث انه يكون في عنا خصائص نميز فيها كل entity عن أختها الentity الثانية من نفس الentity set، وكذلك خصائص نميز فيهم relationships، نميز هذه العلاقة عن العلاقة أختها في نفس relationship set. وفي حاجة مخصوصة اسمها weak entity set رح نتعرف عليها هالجيت ونعرف كيف الواحد بيختار primary key تاع weak entity set. بداية بالحاجة السهلة الentities. الentities داخل الentity set هم الحاجات اللي احنا بدنا نحكي عنهم جوا مشروعنا. وباي ديفينيشن احنا قلنا انه الانتيتي هو اشي مميز عن الحاجات التانية في العالم، فكيف انت بتميزه لما يكون في عندك معلومات عنه في الداتابيز؟ انت بتميزه من خلال قيمة او قيم هذه المعلومات اللي في الداتابيز. فلو كان في عندك انتيتيز لها اتريبيوتس، فالانتيتي الف بتتميز عن الانتيتي باء داخل الانتيتي سيت اي، بحيث انه الانتيتي الف لها قيم مختلفة للأتريبيوتس تبعاتها عن الانتيتي باء. فباي ديفينيشن أو بالمنطق هيك احنا بنفرق بين تو انتيتيز لما يكون لهم قيم مختلفة لخواصهم. طبعا مش ضروري يكون عندهم قيم مختلفة في كل الخواص، بس بنفع ضروري يكون عندهم قيم مختلفة في خواص بنسميها distinguishing attributes أو خواص بدها نستخدمها عشان نفرق بينهم. هذول الخواص اللي بدنا نستخدمهم عشان نفرق بينهم اسمهم كي. واحنا اخذنا كونسبت السوبر كي والكانديديت كي والبرايمري كي لما شرحنا الريليشنال موديل، ونفس الكونسبت بيشتغل هنا بالنسبه للانتيتي. لو كان في عندنا شويه خواص مرشحه انها تكون يونيك بين اي انتيتي وانتيتي ثانيه بنسميها سوبر كي. لو كانت هذه المجموعة ماكسيمال بنسميها كانديديت كي، واحنا بنختار واحد من الكانديديت كي بنسميه برايمري كي او بنختار انه يكون برايمري كي. ولما تكون الخواص سيمبل ولما تكون الخواص واضحة ما فيش شيء اسهل من انه يختار الواحد برايمري كي لاي انتيتي سيت لما تكون واضحة. طيب لو كان في عنا entity set احنا مختارين الكي تبعها و entity set تانية برضو مختارين الكي تبعها بنفس المنطق اللي اشتغلت عليه زمان، وفي عنا بين ال entity set instructor وال entity set student relationship او relationship set اسمها advisor، ساعتها احنا برضو داخل ال ER model بيلزمنا ان نجيب distinguishing attributes لل advisor. يعني في عنا من الادفايزر، من علاقات الادفايزر علاقة بين الطالب الانستراكتور اكس والستودنت واي، لازم يكون في عندنا طريقة انه نعرف شو هي العلاقة الفريدة الواحدة بين اكس وواي. وهذا الاشي برضو بنسميه ان نلاقي برايمري كي يعرف العلاقة الواحدة داخل الريليشن شيب سيت. العلاقة الواحدة داخل الريليشن شيب سيت بالعادة يتم ايجادها عن طريق ان نجيب البرايمري كي
تبع الـ entity set ألف، والـ primary key تبع الـ entity set ب المشتركات في تلك العلاقة، وبنجمعهم هما التنين وبنوصل من ذلك المجموع، يا إما بيكون كله يا إما بيكون subset منه، عشان نوصل لـ primary key يعرف العلاقة داخل الـ relationship set. طبعاً إيش نختار من المجموعة اللي هي تمثل كل primary key تبع الـ student زائد كل primary key تبع الـ instructor؟ بيفرق حسب المابينج تبع العلاقة، حسب هل هي one to one، هل هي one to many، هل هي many to many أو many to one. وكل كيس من الكيسز هدول الواحد فيهم لازم يختار حاجة بحيث أنه يكون في عنده primary key هنا يميز العلاقة الواحدة عن خواتها داخل relationship set. أول خيار أنه يكون في عندنا entity و entity ثانية والعلاقة بينهم والrelationship set بينهم many to many. وقلنا أنه إحنا بنتوصل للprimary key اللي بنتعرف فيه على الrelation الواحدة داخل relationship set عن طريق أننا نجمع primary key تبع الأولى زائد primary key تبع الثانية. في عندنا الinstructor primary key تبعه هو هذا الID، والstudent primary key تبعه هو هذا الID. فما انه في عنا علاقة بين التنين، يبقى احنا لازم نتوصل لبرايمري كي يعرف هذه العلاقة، وبكون الخيار عنا هو المجموعة التي تحتوي التنين هدول واحد واثنين. لو كانت العلاقة ماني تو ماني، يعني تخيل انه اي ستودنت ممكن يكون في عنده اكتر من انستراكتور، ونفس الاشي اي انستراكتور ممكن يكون في عنده اكتر من ستودنت، فهنا ما فيش عنا خيار غير ان نختار كل المجموعة المكونة من كل primary key attributes تبعت الريليشن اللي على اليمين زائد كل primary key attributes تبعت الريليشن اللي على الشمال. اتخيل انا بدي احط هنا، بدي اميز العلاقات بينهم. ممكن الانستراكتور اسامة يكون مرشد نور وفادي، فلو بدي اقول انه حيكون في عندي العلاقة هذه اللي بتمثل علاقة ارشاد بين الانستراكتور صاحب الكيس 67 والستودنت صاحب الكي 706، يعني أسامة مرشد نور. ممكن نقول بما إنه الانستركتور ممكن يرشد أكثر من ستودنت، نحط مثلا هنا 786. ساعتها ما بنفعش الواحد يختار هذه لحال أو هذه لحال، لأنه هاي أسامة هنا مبين مرتين، وفي كل مرة من المرات هو هذه علاقة مختلفة، مرة علاقة مع الطالب نور ومرة علاقة مع الطالب فادي. بنفرض مثلا برضو أن الطالب نور عنده مرشد الانستراكتور أحمد في نفس الوقت، مش هي many to many، فنور has many advisors برضو. فممكن نقول أنه في علاقة زي هيك 8 6 86 و706 بين الانستراكتور المعرف تبعه 86 والطالب المعرف تبعه 706. ساعتها لو انت اخترت هذا لحالها مش هيكفي لانه هي في أسامة مرتين، لو اخترت هذه لحالها مش هيكفي لانه هي في نور مرتين، ولكن لو اخترت الاثنين فالكومباينيشن بينهم، يعني الكومباينيشن بين كل البرايمري كي اتريبيوتس في الريليشن الاولى زائد كل البرايمري كي اتريبيوتس في الريليشن الثانيه هو كومباينيشن كافي. ولاحظ انه هذا اجباري لما تكون العلاقه ماني تو ماني. لو ما كانتش العلاقة many to many، لو كانت one to many، يعني معناته إنه الانستركتور اللي من ناحية ال one هو واحد، لكل student في instructor واحد، ولكن الانستركتور بيقدر ياخد أكتر من student. ساعتها لو جينا تخيلنا هذه العلاقة، بما إنه الانستركتور أسامة مثلا ممكن ياخد أكتر من واحد، معناته البرايمري كي تبعه مش معرف هنا. بس لو اطلعنا على نور وقلنا انه مدام فيها علاقة بين وفي الاي دي تبع نور موجود فيها، وعارفين انه هنا النور الستودنت بس بيقدر ياخد انستراكتور واحد، ساعتها الكي تبع الستودنت هو معرف كافي لهذه العلاقة داخل تلك المجموعة. يعني لما يكون في عنا one to many relationship، فالمعرف على ناحية الماني سايد، يعني البرايمري كي تبع الستودنت الجاي من عند الماني، هو ببين مرة واحدة بس احنا متأكدين
إنه قباله واحد ممكن يبين عند أكثر من مرة، ممكن أسامة يكون هنا ويكون هنا، ولكن بما إنه نور بس ببين مرة واحدة هنا، بما إنه المعرف تبع الستودنت ببين مرة واحدة هنا، فبنفع إحنا نختار البرايمري كي إنه يكون المعرف من جهة المني، تمام؟ على أساس إنه مبينش إلا مرة واحدة، وأكيد قباله واحد. هذا في الone to many relationship. في الmany to one relationship نفس الإشي، لو كان student ممكن يأخذ أكثر من instructor، بس الانستراكتور بياخدش إلا student واحد، فالمعرف اللي من جهة الماني بنفع يتاخد primary key. يعني بما إنه أسامة بيقدرش يأخذ إلا طالب واحد، فأول ما أشوف 6-7 خلاص هي هذه relationship واحدة، لأنه بقدر أعرفها داخل relationship set تبعتي. ففي هذه الحالة وفي هذه الحالة الواحد بس بيقدر ياخد المعرف لجهة الانتيتي اللي في جهة الماني. لو كانت العلاقة 1-to-1 فأنت ممكن تختار أي واحدة منهم إنها تكون primary key، يعني المعرف تحت اليمين أو المعرف تحت الشمال بنفع التنين يكونوا primary key، لأنهم التنين أصلاً مش هيبينوا إلا مرة واحدة داخل الـ relationship set. طيب قبل ما نطلع على الحاجة اللي جاية في الشرح، بدنا نقول إنه زي ما في الوقت الحالي إحنا قاعدين بنتجنب الكورونا عشان ما يصيرش عندنا COVID-19، في الداتابيز إحنا لازم نتجنب حاجتين: الانكمبليتنس والريدندنسي. والواحد وهو قاعد بيصمم حاجات في الكونستيتشوال موديل بيكون بالعادة بكرر، فإحنا بدنا نأكد على حالنا كمان مرة إنه الواحد يوقف ويتأكد إنه ما يعملش ريدندنسي. من الوقفات اللي لازم يوقفها الواحد ويتأكد إنه ما يعملش فيها ريدندنسي إنه يجي ويتعرف على حاجات بنسميها weak entity sets عنده. الweak entity set هي ببساطة عبارة عن entity set معتمدة في وجودها على entity set ثانية، يعني entity set لا يقوم لها قائمة لحالها. زي منطقيا في حالة الجامعة، الentity set اللي اسمها شعبة لا تقوم لها قائمة إلا لما يكون في مادة، ولا في شعبة بتنفتح بدون ما يكون لها مادة؟ لا. وفي هذا في الـ ER model احنا بنقدر نلمس هذه الشغلة. مثلا لو جينا نعبر عن الـ entity section جوا جامعتنا، هنلاقيها ان هي معتمدة على الـ entity course. ما فيش section بنفتح الا يكون له course ID. لو جينا حطينا الـ section كـ entity لحالها والـ course كـ entity لحالها، واحنا بنعبر عن العلاقات داخل الـ ER model عن طريق انه يكون في عندنا relationship بين الـ entity course والـ entity section، ساعتها بنطلع على الـ entity course نفسها بيكون انه المعرف تبعها course ID. خلاص تمام، هذه المعرف تبعها ايكوم كذا كذا كذا، فيش اي مشاكل. نيجي نطلع على الـ entity section، بنلاقي عشان اعرف انا شعبة لازم اقول انه في عندي course ID وفي عندي year وفي عندي سمستر وهكذا. هكذا الداتابيز بتكره الحاجة اللي اسمها redundancy، تقول لي أنا بعرف الـ entity set هذه وحاطط فيها الـ course ID، ومعرف الـ entity set هذه بدي أحط فيها نفس القيمة نفس الـ attribute. ليش أقعد أكرر هذه الشغلة؟ بديش أكرر. الواحد بيقول طب خلاص إحنا لو شلنا هذه العلاقة وخلينا السكشن قائم بحد ذاته وفيها أنا implicit relationship عن طريق إنه في attribute اسمها course ID، نقول له هذا برضو مش مسموح. هذا لو بدك تعمله زي هيك بتكونش أنت ماشي حسب نصائح الـ ER model اللي هو يقول لك عارف entities واضحة، حط معاهم relationships واضحة. طب كيف الحل؟ الـ approach عشان نحل هذه الشغلة إنه إحنا جبنا إشي سميناه weak entity set، وقلنا إنه weak entity set هو إشي لما يكون في عنا entity وجودها بيعتمد على entity تانية. فإحنا منعاً للتكرار بنروح بنقول إنه هذه الـ entity مثلاً في حالتنا بتكون section بنسميها weak entity تعتمد على strong entity تانية اسمها course. وبدل ما يكرر الواحد الـ course ID في الـ section بنقول
انه السكشن البرايمري كي تبعه ممكن يعتمد على البرايمري كي تبع الانتيتي سيت اللي انا معتمد عليها، زائد لو بدي اميز بين اكثر من واحده داخل الويك انتيتي سيت ممكن احط لهم كمان كمان خصائص ثانيه بنسميهم discriminators. يعني مثلا خلينا نقول هنا لو في عندي كورس الداتابيس مثلا بده نفتح منه شعبتين، شعبة بده يكون اسمها مثلا 201 وشعبة اسمها 101، وهدول التنتين في سنة 2020 في السمستر الربيع. هل جيت اتفقنا احنا لو احنا مسكنا كلمة الداتابيز هنا وحطيناها هيك جوا الانتيتي اللي اسمها سيكشن شعبة، ساعتها احنا قاعدين بنعمل تكرار والداتابيز بتحبش التكرار، او التكرار بخرب الداتابيز، بدناش نكرر. وقلنا بدنا نمسك الخاصية هذه اللي هي المعرف تبع الكورس ونقول له انت يا كورس انت strong entity set بتعتمد عليك حاجة weak entity set اسمها section، والsection لا تقوم له قائمة الا لما يكون معتمد على الكورس. ساعتها البرايمري كي تبع السكشن ممكن نختاره بحيث انه نستعين بالبرايمري كي تبع الكورس، ونزود على البرايمري كي تبع الكورس شوية حاجات عشان نفرق بين أكثر من سكشن لنفس الشعبة. الأتريبيوتس المفرقة بين أكثر من سكشن لنفس الشعبة بنسميهم discriminators، والبرايمري كي تبع السترونج انتيتي سيت أو الايدنتيفاينج انتيتي سيت الداتابيز هيتاخد ويستخدم برضو لتعريف الويك انتيتي سيت، مش لحاله، يستخدم هو والديسكريمينيتورز عشان يعرفوا الانتيتي داخل الويك انتيتي سيت. شوية مصطلحات هنا، لما الانتيتي سيت ما تكونش ويك بنسميها سترونج انتيتي سيت، يعني سترونج انتيتي سيت هي انتيتي سيت قائمة بحد ذاتها. لما يكون في عنا ويك انتيتي سيت معتمدة على سترونج انتيتي سيت بنقول انه معتمدة الوجود، انه هذه الانتيتي سيت وجودها يعتمد على الانتيتي سيت الثانية. الانتيتي سيت الثانية اللي بنعتمد عليها بنسميها identifying entity، يعني في حالتنا مثلا كانت الانتيتي سيت كورس هي الـ identifying entity set للـ weak entity section. بنفس الاشي برضو بنقول انه الانتيتي سيت كورس owns the weak entity set section، يعني الـ identifying entity set دائما owns the weak entity set. العلاقة الموجودة بين الـ identifying entity set والـ weak entity set بنسميها identifying relationship، يعني عشان احنا نعرف هذا الـ section section شو لازم نمشي في الـ identifying relationship باتجاه الكورس عشان نعرف ايش هو هذا الـ section عبارة عن section مادة شو. طبعا احنا لما درسنا في relational model كنا شايفين انه في الريليشن سيكشن في الجدول سيكشن موجود في اشي اسمه كورس اي دي. احنا راح نشوف ان شاء الله في الفيديو الجاي ليش احنا بنحط كورس اي دي لما نحول الانتيتي لجدول. بس هلقيت احنا بدنا نحارب التكرار، بنحارب التكرار عن طريق ان ما نحطش نفس الاتريبيوت في اكثر من مكان، ولو كان هذا الاتريبيوت ضروري جدا لتعريف الانتيتي بنحول الانتيتي هذه لويك entity type وبصير في عندها identifying relationship مع هي والstrong entity اللي هي بتعرفها فيها. كيف نعرف هذا الكلام داخل الـ ER model؟ بنقول انه الـ weak entity داخل الـ ER diagram لازم تكون doubled line، يعني محطوطة مرتين، والـ identifying relationship بتكون برضو doubled line. هذه relationship اسمها section course، هي identifying relationship لل weak entity section وال strong entity course. ونلاحظ هنا انه العلاقة الموجودة دايما بتكون many من ناحية ال weak و one من ناحية ال strong. يعني ممكن يكون في عنا course واحدة إلها أكثر من section زي ما شفنا في حالة الداتابيز. ونلاحظ هنا برضو انه لازم هذه تكون total participation،
من ناحية الويك انتيتي، لأن الويك انتيتي بدون ما تشارك في هذا الريليشن شيب ما بيكون لهاش وجود، ما بتكونش معرفة. فلازم تكون many من هنا one من هنا، ولازم تكون total participation. ونلاحظ هنا عشان هذول discriminators هما مش primary key على الآخر، ولكن يستخدموا إضافة إلى primary key تبع identifier relationship عشان يصيروا primary key، فبنحطهم على شكل خط مقطع اللي هم discriminator attributes. كمان مرة في الداتابيز احنا بنحبش الريدندنسي، لازم نتجنب الريدندنسي في كل حالة من الأحوال. ومن الحاجات اللي لازم نتجنبها في الداتابيز خاصة للناس اللي زينا اللي بتعلموا شوية relational algebra وشوية relational model بعدين بيروحوا يتعلموا الER، هي تكرار الاتريبيوتس. ايش معنى تكرار الاتريبيوتس؟ لو اطلعنا على relationship أو الانتيتي سيت اللي اسمها student والانتيتي سيت اللي اسمها department، هنلاقي مثلا احنا خزننا على الستودنت شوية attributes زي البرايمري كي اي دي وشوية سمبل attribute name وسمبل attribute total credit، وقلنا انه كل student له department فروحنا خزلنا عنده department name. وبعدين نجينا على department قلنا هاي الattributes تبعته منهم برضو department name. لما نطلع على الداتابيس ونلاقي انه في حاجه محطوطه مرتين المفروض يجي ريد فلاج، هنا في ريدندنسي. وعن جد هنا الريدندنسي هذه ملهاش لازمه. كيف الواحد مش احنا بدنا نحط انه كل ستودنت له ديبارتمنت نيم؟ يقول لك احنا بنعبر عن الكلام في الانتيتي ريليشن شيب موديل بس مش على شكل الاتريبيوت، هاي بنعبر عنه على شكل العلاقه. مش في عندنا علاقه بين الستودنت والديبارتمنت، هذه العلاقة بتقول لك إيش هو إيش الديبارتمنت تبع الستودنت، مش الأتريبيوت هذه. بل إنه إضافة الأتريبيوت اللي هنا بتحرمك أصلاً من بعض الأشكال للعلاقات. تخيل مثلاً إنه بدنا نسمح للستودنت يسجل في قسمين مختلفين. كيف بدك تسمح للستودنت يسجل في قسمين مختلفين وإنت حاطط أتريبيوت سيمبل أتريبيوت هنا؟ هيك أنت عشانك حطيتها هذه يعني فوق التكرار، رحت حرمت حالك من حاجات زي انك تعمل many to many relationship او انك تعمل many من ناحية student. وهذا الكلام عشان هيك احنا بنحبش redundancy. ولو في عنا معلومة معبر عنها على شكل او باستخدام relationship احنا مباشرة بنروح بنشيل attribute. في بعض الحالات لما نروح نعمل جدول student من ال ER model ننتقل من ER الى جدول، بنروح بنضيف الديبارتمنت نيم. ولكن في بعض الحالات ما بنضيفش الديبارتمنت نيم في الستودنت، بنروح بنمثل العلاقة على شكل حاجة تانية. وكمان مرة لو كانت الاتريبيوت يمكن التوصل إلى المعلومة اللي بتفيدها على شكل علاقة، فالاي ار موديل بقول لك يا بتعمل هذه يا بتعمل هذه، ويستحسن تعمل هذه تعمل العلاقة. ساعتها انت بتقدر تتحكم عن طريق خواص العلاقة تبعتك إيش هي العلاقة اللي عن جد بين الديبارتمنت والستودنت، مش بتكونش محدود بالأتريبيوت. وتذكر برضو إنه الريدندنسي وبتخلي الحفاظ على الكونسستنسي أصعب، وبتزود حجم الداتابيز وبتخلي المينتينابيليتي تبعتها أصعب. لو مسكنا هذا المنطق واشتغلنا عليه، كل الانتيتي سيتس اللي احنا حطيناهم داخل جامعتنا ومسكنا الانتيتي سيت، لو لقينا انه في علاقه بتعبر عن شغله بتعبر عنها الاتريبيوت وشلنا الاتريبيوت بنصفها بهذه الشغلات. يعني مثلا نطلع على الانستراكتور، كنا حاطين حاجه ديبارتمنت نيم في الانستراكتور هان، ولكن عشان في عنا علاقه بين الانستراكتور والديبارتمنت اسمها انست ديبارتمنت، هذه العلاقه بتكفي اني اعرف معلومه الانستراكتور هذا في اي ديبارتمنت، فساعتها بنشيل الاتريبيوت ديبارتمنت نيم من انستراكتور. بنفس المنطق شلناها من الستودنت. لو مسكنا الاي ار تبع الجامعه تبعتنا ونظفنا الانتيتيز من الريدندنسي تطلع عنا هذه المجموعه، ونظفنا الريليشن شيبس من الريدندنسي تطلع عنا هذه المجموعه. نطلع على الاي ار النظيف تبعنا بنلاقي هذا الاشي الحلو. لازم نقول انه الاي ار بيرتسم باكثر من طريقه، مش ضروري يكون زي هيك دائره، ممكن يكون في خطوط
متقاطعة. لو اتقاطع خط مع خط بنروح نعمل زي هيك عشان يبين انه نط عنه مثلا، ممكن نعملهم كل واحد في صفحة في الكتاب عادي بدون اي مشاكل. اللي موجود في الكتاب هنا في غلطة صغيرة هو هذا السهم بس، العلاقة بين section time slot و time slot هي 1 من ناحية التايم سلوت، ومش محطوط هذا السهم في الكتاب فضيفوه. هي هذه الغلطة الوحيدة في رسمة الكتاب. فيما عدا ذلك احنا شفنا اغلب هذه الحاجات. نطلع على الانستراكتور بنلاقي انه الانستراكتور مثلا هيو في بينه وبين الديبارتمنت علاقة، هاي البرايمري كي تبع الانستراكتور اي دي. العلاقة بين الانستراكتور والديبارتمنت هي ماني من ناحية الانستراكتور، 1 من ناحية الديبارتمنت، يعني أكيد الديبارتمنت بيكون فيه أكثر من انستراكتور، وفيها توتال بارتيسيبيشن من ناحية الانستراكتور، يعني لازم يكون لكل انستراكتور ديبارتمنت. نفس الإشي نتطلع مثلا إنه الكورس عندها نفس العلاقة، الكورس عندها علاقة بين انستراكتور وديبارتمنت، ماني من ناحية الكورس، 1 من ناحية الديبارتمنت، a course has only one department، department has many courses، total participation لازم يكون للكورس ديبارتمنت. نطلع مثلا نشوف العلاقات تاعت الستودنت، هاي الستودنت، الستودنت عنده علاقة مع الادفايزر 1 to many، 1 من ناحية الانستراكتور، many من ناحية الستودنت، والبارتيسيبيشن من ناحية الستودنت مش إجباري لأنها مش توتال بارتيسيبيشن ولا الانستراكتور. عنده علاقة مع السكشن اسمها takes، ولاحظ انه هنا في اتريبيوت حطيناها بخط مقطع ومستطيل. نيجي على السكشن، هذا هي weak entity type محطوطة في double rectangle. وين الidentifying؟ لاحظ انه هي لها اكثر من علاقة، هي السكشن فيها هي علاقة وفيها هي علاقة وفيها هي علاقة. وين الidentifying relationship تبعتها؟ هذا هي اللي هي double diamond identifying relationship مع الentity set course. بوصولنا لهذه النقطة صرنا قادرين نطلع من جلسة مع شوية ناس بيفهموا إيش هما بدهم، نفهم منهم الـ business requirements، نحدد الـ entities، ونحدد الـ relationships بين الـ entities، نحدد الـ attributes لكل الـ entities و relationships، ونروح نحدد أنواع الـ relationships برضو زي ما شفنا في الفيديو السابق. ونمسك الـ Entities و Relationships نحدد لهم Primary Keys، ولو لزم أن نشوف حاجة منهم نخليها Weak Entity Set نخليها Weak، ونطلع على Simple ER Diagram زي اللي شايفينه. الـ ER Diagram لسه فيه شوية حاجات رح نحكي عنها في الفيديو اللي بعد اللي جاي إن شاء الله، ولكن الفيديو اللي جاي رح نركز على حاجة مهمة، أنه نمسك الـ ER Diagram تبعنا ونوصل من Conceptual Mapping للـ Database اللي هو الـ ER إلى logical mapping للداتابيز اللي هو relational schemas relations والجداول والحاجات هاي. هنشوف انه كل جدول له معنى، وكل relationship تتمثل بطريقة، وكل attribute اذا كانت simple تمثل بطريقة، واذا كانت composite تمثل بطريقة، وهكذا. قبل ما تحضروا الفيديو الجاي انا بنصح انه تكونوا متأكدين انه الثلاث فيديوهات اللي فاتت كلها تمام، وتفوت على الفيديو الجاي إن شاء الله. ويعطيكم ألف عافية.